إذن معنا أحد بائع القفف التقليدية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف قسمة المحمدية؟ اشرح لنا واش كاين شي رواج بالنسبة لهذا القفف؟ لا ما كاينش رواج أخويا. باقي ما كاينش رواج. ما كاين لا رواج. هذا علاش كيدير؟ واش الناس باقيين متشبتين بالأكياس البلاستيكية الميكا؟ باقيين متشبتين بالأكياس الميكا وكيجيهم قال لك الثمن غالي. غالي، أعطيني الأثمنة بحال مثلا هذه، هذه القفة هذه شحال كدير الثمن ديالها؟ شحال كتبيعها هاد؟ كدير 80 درهم. هادي 80 درهم، هادي يعني واحد الثمن غالي على الناس باش يشريوه. هي راه كدير بالجملة كدير 50. اه 50 درهم. 50 درهم. اه هادي هادي شحال كتبيعها؟ هادي كنبيعها ب 25 درهم. هادي ب 25 درهم. باقي الإقبال ضعيف. إقبال ضعيف. إقبال ضعيف. هادو علاش غايدين الإقبال؟ تا هادو كيلقوا الخبز. هادو كيلقوا الخبز. هادو ديال التقادية دابا. دابا ديال التقادية اللي غادي يعوضوا من المفروض يعوضوا الميكا. نعم. هي هادي. هذه فركسه وزوينه صراحه. ولكن شحال الثمن ديالها؟ هذه الثمن ديالها 40 درهم. هذه 40 درهم. هادشي فين مصوب هادشي؟ مصوب اخويا في الصويره. هادشي في الصويره؟ الصويره. فيها هذه الصويره وكاينه ديال التاونات، اخرين التاونات. الناس ملي كتقول لهم هذه الاثمنه كتجيهم شويه غاليه. شويه غاليه. دابا حيت الاكثريه ربما الناس كتجيهم تقضيه على كتجيهم تقضيه على غفله. كيولي ربما كيبغيو الميكا من عند الهانوت. كيبغيو خاصهم ميكا. كيبغيو خاصهم ميكا. كتجيهم على غفله كيكون خدام عيطي المدام جاو الضياف كذا. هاد القفة الصغيرة هادي اللي دافع مثلا عادي اش دير فيها الخبز ولا ماطيسيو. المهم شوفوا الكاميرا هنا شحال كدير هادي؟ كدير 20 درهم. هادي 20 درهم. الا الناس العشاقة اللي كيديو هاد الشيء. غنشوفوا هاد السلة هادي. السلة هادي شنو يديروا فيها؟ هادي ملي غادي تمشي عند مول الزيتون هادي ولا شنو؟ ديال التومة هادي. ديال التومة. اه. تختار الزيت ولا مشيتي عند مول الزيتون تعطيه. دابا بالنسبة للإنسان سو حار. شحال دايرة هادي؟ 8 درهم. 8 درهم. زين. واجدوا في السور ديال القصبة ساحة المسيرة الخضراء، معنا أحد بائعي القفف التقليدية، ياك؟ القفف التقليدية. ياك. ما عرفوش واش كاين شي رواج على هاد القفف هذا؟ خويا ما كاين تراوج، باقي لحد الآن شوية في باقي. باقي باقي الناس ما متشبتين بالميكا فهمت؟ باقي كيقول لك يرجعوا الميكا، باقي يقول لك خصنا نرجعوا الميكا فهمت؟ هذاك الشيء راه فيه المرض ماشي شي حاجة، فيه السيدات. كاين شي حاجة. ونطلبوا الله نبيعهم مزيان المهم. شحال كتبيع هذه مثلا؟ هذه شحال كدير الثمن ديالها؟ تقول لي 60 درهم تجيهم غالية. غالية غالية. دابا كاين فرق بين 60 درهم والميكا ب 10 دراهم. واه. ها؟ ولكن ها؟ ولكن شفت الميكا؟ كتبقى شري الميكا راه خصك 300 درهم. وهذه راه تبقى لي. هذه شحال كدير هذه حتى هي؟ 30 درهم. هذه 30 درهم. يعني باقي الرواج ما باقي الناس ما متقبلينش الفكرة، ما مشروطاش لهم أنهم يحيدوا الميكا ويديروا هذا الشيء. لا فعلا فعلا. هذه شحال كتبيعها؟ هذيك 70 درهم. هذه 70 درهم؟ هادشي فين مصاوب هادشي؟ شي تاونات. هادي كي جات محمدية؟ لا مزيانة الحمد لله. كي جات الساحة هادي؟ مزيانة مزيانة هادي. الحمد لله على كل شيء. عجباتك؟ عجباتك؟ الواحد هو يترزق الله الحمد لله. السويك هذا تا هو علاش؟ هذا تا هو علاش اللي قال؟ يديروا فيه البيض ولا شي حاجة هذا؟ يديروا فيه البيض. البيض. حاجة طبيعية كتصلح لأي حاجة. شحال الثمن ديالو هذا؟ هذاك 50. هذا 50 درهم هذا؟ ولكن فرق بين 10 دريال الميكا و 50 درهم. كاين فرق. الناس باقا كيجيهم ميكا رخيصة وداكشي هذا. وعندك الشمشم.